عن العنف القائم على النوع الاجتماعي. طبعا كلنا بنعرف موضوع العنف مدوى بالمجتمع. العنف هو اي عمل يؤذي الانسان نسميه عنف. النوع الاجتماعي التمييز بين المرأة والرجل. في احيانا مواقف تميز بين المرأة والرجل من ناحية العمل، من ناحية الثقافة، من ناحية العادات والتقاليد، امور تسمح للرجل يعمل فيها، امور المرأة ممنوعة منها. هي هون نقصد النوع الاجتماعي. الجنس يشير الى الاختلافات الجسدية والبيولوجية لدى المرأة والرجل. هل توقف الإساءة او الإيجابية والسلبية حسب الأخلاق، حسب الثقافة، حسب الوعي، حسب ثقافة الدينية كدين إسلامي؟ اليوم كانت في جلسة حوارية يعني عن العنف اللي عم يتعرض له المجتمع، ما بس ما تضمن يعني العنف اللي على المرأة يعني بس، تضمن على المجتمع كلياته، بس كان التركيز الأكبر على العنف اللي عم تتعرض له المرأة. يعني نحن اليوم عم نشوف قديش في نساء عم تتعنف، وقديش عم توصل معاهم لمراحل كبيرة يعني من العنف، وشي كبير يعني. فكان النقاشات أكثر على شلون بدهم يتخلصوا من العنف اللي عم تعرض له المرأة، وإيش آثارها الجانبية على المجتمع، وكيف كانت يعني، وإنه شلون بدنا نوصل لمرأة متحررة يعني وما تتعرض للعنف. تكون مرأة أول شيء واعية، يعني تكون تبلش من العيلة، يعني ما يكون إني بس شكل براني، يعني تكون تبلش الإنسان يبلش من نفسه يعني. فبس مجرد ما وصلنا لإنسان وكان في وعي بالعيلة أو في وعي عند المرأة، فرح تتخلص من عنف كبير عم تتعرض له هي. يعني تم عقد جلسة حوارية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، تضمنت عدة محاور: تعريف العنف، أسبابه وأنواعه وأثاره على المجتمع، بالإضافة إلى الوقاية من العنف. العنف هو بشكل عام هو أي عمل يؤذي الشخص، إن كان من ناحية المجتمع، من ناحية الرجل، وهو ممارس بحق المرأة بشكل خاص وبحق الطفل. طبعا من آثاره النفسية، الجسدية، المعنوية، بالإضافة إلى أسبابه الموجودة في المجتمع. الهدف من عقد هذه الندوة هو إنهاء ظاهرة العنف من خلال الجلسات الحوارية، من خلال الندوات الثقافية، ودور الرجل في إنهاء ظاهرة العنف برفع مستوى الوعي الثقافي الاجتماعي لدى المجتمع. ما الرجل يمنع نفسه بشكل شخصي ظاهرة العنف، أيضا يحاول من خلال الندوات والحوارات الثقافية أن يمنع ظاهرة العنف. طبعا من الضروري وجود مجموعات تأهيلية توعوية لإنهاء هذه الظاهرة، ولخلق وتعزيز حرية المرأة والوعي في العالم وإنهاء ظاهرة العنف وأشكاله، بالإضافة إلى وضع قانون يمنع ظاهرة العنف ويمنح فرص لبناء امرأة واعية، امرأة مثقفة، امرأة واثقة بنفسها، تستطيع أن تبني مجتمع بشكل جيد.